هذا مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء اللي يتجسد فيه مفهوم البنيان المستدام للحظات الأولى. وعلى الرغم من أن المركز يضم معارف كثيرة حول الإرث البيئي للإمارة، إلا أن مبناه يعتبر أكثر المباني المستدامة في أبوظبي. تم بناءه ب80% من مواد معاد تدويرها، حتى خامات الأساسية جت من مناطق قريبة لتخفيض الانبعاثات الكربونية. وبالنسبة لتصميمه فهو مستوحى من البيئة المحلية، مثل جذوع النخل، الأفلاج والنوافذ اللي على شكل مشربيات البيوت القديمة. ولأن مكان متميز، في تم استخدام تقنية التبريد الأرضي لأول مرة في الإمارات، اللي تساهم في توفير 15% من طاقة التبريد. وبعد تقنية التبادل الحراري اللي تخفض أكثر من 8 درجات مئوية بدون مكيفات. ولأن التوفير قلب الاستدامة، تساهم الألواح الشمسية بتوليد 50% من الطاقة اللي يحتاجها المبنى. حركة البناء الأخضر مستمرة وما تتوقف، لأن كل مبنى جديد يعطي لأرضنا رئة إضافية ويخفف عنها الكثير من الضغوط.